لنقم بمثال يتعلق بقانون سنيل بشكل أوسع. لدينا هذا الشخص هنا جالس على حافة البركة، ولديه مؤشر ليزر في يده، ويشع بالليزر على من علوه 1.7 متر على سطح البركة، وبعد ذلك يسير في مسافة 8.1 متر ليلامس سطح الماء، ومن ثم ينكسر الضوء للداخل. سيسير في وسط أبطأ إذا فكرت بتشبيه السيارة، حيث العجلات الخارجية تبقى في الخارج مدة أطول قليلا لكي تسير بسرعة، لذا ينكسر الضوء هنا بأسفل البركة عند نقطة معينة هنا، وعمق البركة هو 3 أمتار. ما أود معرفته هو كم البعد الذي تصله هذه النقطة؟ إذن ما هي هذه المسافة؟ ما هي هذه المسافة؟ لفهم هذا يجب معرفة ما هي المسافة هنا. وبعدها معرفة كم المسافة هناك، ومن ثم إضافتهما. ممكن معرفة هذا الجزء، هذا الجزء هنا حتى يصطدم بسطح الماء، ومن ثم معرفة الزيادة في المسافة هكذا. وآمل أن قليلا من علم المثلثات وربما من قانون سنيل ستجد الحل لذلك. لنبدأ إذن بأبسط شيء لنحاول معرفة هذه المسافة، ويبدو أنه سيؤتي ثماره في وقت لاحق. إذن لنحاول معرفة هذه المسافة هنا على طول الماء. هذا سطح الماء حيث تبدأ أشعة الليزر بملامسة الماء، وهذه نظرية فيثاغورس تطبق تطبيق مباشر. هذه الزاوية اليمنى، هذا هو الوتر هنا، وهذه المسافة لنسميها Bx. إذن هذه المسافة x، إذن x تربيع زائد 1.7 تربيع تساوي 8.1 تربيع، إنها نظرية فيثاغورس. إذن x تربيع زائد 1.7 تربيع تساوي 8.1 تربيع. أطرح 1.7 تربيع من كلا الطرفين، ونحصل على x تربيع تساوي 8.1 تربيع ناقص 1.7 تربيع. نأخذ الجذر التربيعي حيث x تساوي x تساوي الجذر التربيعي لثمانية فاصلة واحد تربيع ناقص 1.7 تربيع. لنستخدم الآلة الحاسبة لهذا. إذن x تساوي الجذر التربيعي لثمانية فاصلة واحد تربيع ناقص 1.7 تربيع، ونحصل على 7.92% تقريبا 7.92%. إذن x تساوي 7.92%. الآن لمعرفة الزيادة في المسافة هنا، نضيف هذه الx ومن ثم نعرف المسافة الكلية لنرى كيف يمكن أن نفكر بهذا، لنرى ما هي زاوية السقوط وما هي زاوية الانكسار. سأسقط عمودي على واجهة السطح. إذن زاوية السقوط هي الزاوية هنا، وتذكر قانون سنيل. قانون سنيل يقول أن جيب الزاوية في الواقع، دعوني أكتب هذا. إذا نعلم زاوية السقوط، وهذه زاوية الانكسار. نعلم ما هو معامل الانكسار لهذا الوسط هنا، وهو الهواء. معامل الانكسار للهواء ضرب جيب الزاوية ثيتا 1 ضرب زاوية السقوط هنا، وهذا قانون سنيل.
وهذا يساوي معامل الانكسار للماء، معامل الانكسار للماء ضرب جيب ثيتا 2 ضرب جيب الزاوية الانكسار. الآن يمكن إيجاد هذه من الجدول هنا، معامل الانكسار. في الواقع حصلت على هذا السؤال من كتاب فليكس، وكذلك بالنسبة للصورة. إذن إذا أردنا حل ثيتا 2، أو لو كنا نعلم ما هي ثيتا 2، إذن يمكن أن نحل هذا باستخدام القيم المثلثية. إذا كنا نعلم جيب زاوية ثيتا، سيكون بإمكاننا حل هذه في كلتا الحالتين. في الواقع سحل هذه الزاوية، إذا عرفنا هذه الزاوية عندها سنستخدم حساب المثلثات لمعرفة هذه المسافة هنا. إذن لحل هذه الزاوية يجب معرفة ما هو جيب ثيتا 1. لنضع كل القيم هنا. معامل الانكسار للهواء هو 1.00029، 1.0029 ضرب جيب ثيتا. قد تقول كيف يمكن فعلها، نحن لا نعرف حتى ما هي الزاوية. لكن تذكر هذه علم المثلثات الأساسي، وهو سوا كاتوا، الجيب هو المقابل على الوتر. إذا كان لدينا الزاوية هذه، لنجعل هذا جزءا من مثلث أيمن. المقابل على الوتر هي النسبة بين هذا الجانب إلى الوتر. المسافة هنا هي x وتساوي 7.92%. إذن الجيب ثيتا هو 1، سيكون المقابل للزاوية على الوتر، وهذا مشتق من تعريف الجيب. لا داعي لمعرفة ما هي ثيتا 1. إذن ستكون الجيب، جيب ثيتا سيكون 7.92% على 8.1 بالعشرة، وهذا سيساوي معامل الانكسار للماء وهو 1.33%. إذن هذا يساوي معامل الانكسار للماء، معامل الانكسار للماء يساوي 1.33% ضرب جيب ثيتا 2. لحل ثيتا 2 يجب أن نقسم كلا الطرفين على 1.33%. إذن فهذا سيساوي 1.0029 ضرب 7.92% على 8.1 بالعشرة، وهذا سنقسم كلا الطرفين على 1.33%. هذا سيساوي جيب ثيتا 2. لنستخدم الآلة الحاسبة. حسنا، لدينا 1.00029 زائد 7.92%، وهي الإجابة التي حصلنا عليها هنا، وهي الإجابة دقيقة وليست تقريب أيضا. إذن سنقسم هذا على 1.33%، ومن ثم نقسم على 8.1، ونحصل على هذا. هذا سيساوي جيب ثيتا 2. لنكتب هذا، لدينا هنا
0.7735 وهذا يساوي جيب ثيتا 2. ويمكن أخذ معكوس الجيب لطرفي المعادلة لحل ثيتا 2. ثيتا 2 تساوي معكوس الجيب لهذه القيمة، إذن سنأخذ معكوس الجيب من الجواب الأخير. ونحصل على تقريبا 47.34% درجة، يعني أن ثيتا 2 تساوي 47.34 درجة. والآن لنستخدم علم المثلثات قليلا لمعرفة المسافة هنا. إذا نعلم هذه الزاوية، نريد معرفة الزاوية المقابلة، يجب معرفة الزاوية المقابلة، ونحن نعرف الجانب المجاور الذي هو 3، وهذا ما يتناوله علم حساب المثلثات. الظل توا، الظل هو المقابل على المجاور، الظل يساوي المقابل على المجاور، وسيساوي هذا الجانب المقابل هنا سأسميه y، سأسميه y، إذن سيساوي y على المجاور، على المجاور وهو 3 أمتار. إذن سنحل هذا، نضرب كلا طرفي المعادلة ب3 وسنحصل على 3.47.34% درجة، هذا يساوي y. لنستخدم الآلة الحاسبة مرة أخرى، إذن 3 ضرب ظل الزاوية 47 درجة. حسنا، 3 ضرب ظل هذه الزاوية، إذن المسافة هنا y تساوي 3.255 متر. وسؤال هنا، ما هي المسافة الكلية؟ ستكون المسافة x زائد المسافة y. x تساوي 7.92%، إذن سأقربها هنا، ستكون 7.92% زائد الإجابة التي حصلنا عليها الآن، إذن المسافة هي 11.18 متر. حسنا، هذا هنا هو المسافة المراد إيجادها. النقطة في أسفل البركة حيث يضرب شعاع الليزر، سطح البركة سيكون تقريبا 11.18%. متر. على أي حال، أتمنى أنك استفدت من هذا. كان هذا متعلق أكثر بقانون سنيل، لكن الجزء الصعب كان حساب المثلثات، وإدراك أنك لا تحتاج لمعرفة هذه الزاوية لأنك تعلم كل المعلومات عن جيب الزاوية، ويمكن معرفة الزاوية هنا. والآن بما أنك تعلم جيب الزاوية، يمكن معرفة معكوس الجيب، لكن هذا ليس بالضرورة. نحن نعلم جيب الزاوية باستخدام حساب المثلثات، نستخدم هذا بالإضافة إلى قانون سنيل لمعرفة الزاوية هنا. وحالما تعرف هذه الزاوية وباستخدام حساب المثلثات، يمكن معرفة المسافة الإضافية.